لنا نفسها محل الصبر هنا ما وصل محلنا. لا دولة عندي، لا أمن عندي، لا استقبال عندي. أنا أول شغلة حط هيدا التعويس محلي على مدرسة السيد حسن نصر الله. دولة الرئيس بري يجوا يشيلوا يفكوا يجيبوا القطع عن كل واحد حاطين قطع علي ويشيلوا القطع عنه ونحن بألف خير على الشيء. بس نحن بمعلمك ما في دولة لسه لحديت هلا من الساعة 5 الصبح لهلا ولا عسكري لا بقوة الأمن الداخلي ولا شيء في يأتي العالم كله سوا لحديت هلا ما حدا شرف وجه شيء في فيها مثل محلاتنا. شو ناطرين شو ناطرين يعني؟ ناطرين لحتى نبتلي بالعالم نحط نتهم العالم ما نتهم حدا نحن حبيبي. نحن الشبيحة اللي حتنزل على ثوب علبة هي حزب الله وحركة أمل والدولة كلها بتحاول تفيد. عرفت علي صديقي؟ والعالم كله خليها تعرف نحن أصحاب محلات نحن ما نتعدى حدا. نحن من الصبح للعشية محلات لا نتعدى حدا لا نعمل قطع طرق ولا شيء ولا شيء. تعدى مع الأجبين ومرها ما دينا أنت لا أي وقت. وبطالب الدولة وبناشد السيد حسن نصر الله الله يطولنا بعمره ودولة الرئيس بلده نفس الشيء كمان يطول بعمره. بس يقيموا القطاع على هالسعران اللي كم أسعر عندنا بعلمك وساعات الدولة بتنزل بتفرض صدرتها. إذا واحد بدي يداهم واحد بدي أوصل إذا الدولة هاي البلدة ما بدها تحميني رحت بحالي. إذا الدولة ما بدها تحميني أنا بدي أحمي حالي. أنا حسين عثمان بن بعلمي يعطيكم العافية.